توزيع المواد الصحية داخل الحمام واختيار المكان الأنسب في تصميمها. حلقة اليوم تحمل بعض النصائح. لأجل حل إشكالية الاختناقات المرورية داخل المدينة، محل العجلات يشرف على أعمال صيانة لبعض الطرق المتهالكة. كاميرا نبأ تأخذكم في جولة لميناء الخمس البحري للوقوف على المشاكل التي يعاني منها الميناء. صباح الخير مشاهدينا وين ما كنتم، يومكم مبارك ويومكم سعيد. دائما في بداية كل حلقة نذكركم بأنكم تقدروا تشاركوا معنا بصوركم الصباحية على هاشتاج يوم جديد. توسيع المواد الصحية داخل الحمام مهم بالنسبة للكثيرين، وذلك لكسب مساحة داخل الحمام والاستفادة من كل ركن فيه. التقرير التالي يحمل المزيد من التفاصيل فلنتابع. يهتم الكثير منا بتصميم دورات المياه باعتباره المكان الأكثر خصوصية في المنزل والملائم للراحة، ومن هنا برزت الحاجة إلى الاهتمام بتفاصيل تصميم دورة المياه لجعلها بالفعل مكانا مثاليا له طابع الخصوصية المطلوبة، مع توفير المتطلبات الأساسية للحصول على أقصى درجة من السلامة والراحة. يرى بعض المصممين أن دورة المياه الرئيسية يجب أن تعكس شخصية وأسلوب حياة كثير منا، وأن تكون أجزاؤه المختلفة منفتحة على بعضها البعض، وتكون فيها أجزاء الحمام مقسمة بين الأطقم الصحية، وإيجاد فراغات بداخله تسمح بحرية الحركة أو الجلوس أو الاستحمام. واختيار الأطقم الصحية بحسب رأي المصممين يجب أن يراعي أيضا ذوي الاحتياجات الخاصة، فالتصميمات الحديثة لدورات المياه تأخذ بعين الاعتبار هذه المساحات للاستفادة منها لهذا الغرض. وهذا يحتاج أولا إلى اختيار المساحة الكافية عند التصميم قبل الشروع في البناء، وبالأخص الدورات الرئيسية. وقد يروق للبعض استغلال الفراغات داخل دورات المياه لتصميم أماكن للاستجمام وأرفف لوضع العقاقير والعطور ومستلزمات الاستحمام. إذن تصميمات دورات المياه باختلاف أشكالها ومساحاتها تظل محط اهتمام الجميع بتوفير سبل الراحة والاستجمام. وللحديث أكثر عن تنسيق المواد الصحية داخل الحمام وملء الفراغات داخله، معنا في الاستوديو الأستاذة إيمان الساحلي. صباح الخير. صباح الخير. يومك مبارك. يومك سعيد. أستاذة إيمان، عملية ملء الفراغات في الحمامات هي ممكن صعبة، وفي نفس الوقت تحتاج لدقة في الاختيار، فكيف ممكن أن نكون دقيقين في عملية الاختيار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اعتدال الحمام نصنفه فيه الفراغ الأصعب، يعتبر الأصعب من أي شيء، الأصعب لصغر مساحته ولتوزيعه في الأتات. ففراغ زي فراغ الحمام أغلب المستخدمين وأغلب العائلات اللي بيها يهملوا فيه بصراحة، يشوفوا فيه إن مساحة صغيرة المفروض أن يتوفر فيها الاحتياجات اللي هي مغسلة الوجه اللي هو حوض الوجه والمرحاض والحوض الغسيل اللي هو احنا نقولوا للبانيو او الدوش. فقط مجرد ما وفر ثلاثه محطات هذه خلاص، يعني يعتبر هو كمل. نعم. التأتيت متاعه. لكن يعتبر فيه مصممين الديكور المكان اللي مفروض انه يثبتوا فيه براعتهم، لان مساحه صغيره والمفروض ان انت تفصلي المساحه هذه وكان ثلاث مستخدمين داخلين مع بعضهم. هو مش حيدخلوا مع بعضهم ثلاث مستخدمين في وقت واحد، ولكن حيعطيك ايحاء وكان كل مستخدم، يعني بامكان يكون مستخدم يستعمل في الدوش، في مستخدم ممكن يستعمل حوض للحلاقه ولغسل اليدين. فالمفروض في تقسيم الحمام
اعتدال لازم يراعوا سيدات البيوت او الشخص اللي مفروض انه هو يجهز الترتيب نتاع المحطات هذه. اول حاجه الحمام لازم يكون فيه خصوصيه جدا يعني مهتمين بها. اول حاجه ما يجيش اعتدال الحمام يكون في واجهه الـ الـ يعني المدخل. نعم. المدخل ما يجيش يكون باب الحمام في مفتوح مباشرة على غرفة الاستقبال. مكان زي الحمام داخل بيوتنا العربية احنا نقوله بصفة عامة لازم يكون شوية نوعا ما في نوع من الخصوصية. لازم يكون احنا نقوله متدرج بالعامية يعني شوية ما يجيش مباشرة يقابلك الحمام تفاديا لإحراج المستخدمين للحمام. هذه حاجة. الحاجة الثانية لما نجي فصل الحمام نفسه نفتح الباب الحمام المفروض ان ما تكونش في واجهة الباب المرحاض احنا نقوله، لان المرحاض اكثر شيء المفروض انه يكون داخل الحمام له خصوصية. فلما ترتبي ادواتك الصحية داخل الحمام يفضل انه يكون في بداية الحمام حوض الغسيل، لأن هو أكثر شيء مرات يستعمل. نعم. بصفة سريعة احنا نقوله يبي يغسل يديه ويطلع، يبي مثلا يشوف عليه مراية الحلاقة ويطلع. ثاني محطة اللي هي المرحاض اللي يكون شوية نوعا ما متدرج. لو ما عنديش أنا كيف ندرجه، بإمكاني أني ندرجه بحوائط إضافية نستغني عليه سنتيمترات بسيطة، هي مش حتكون كبيرة، باستخدام الإسمنت بورد، ما نقولش الجبسن بورد، إسمنت بورد، لأنه لازم يقاوم الرطوبة ويقاوم المية بعدين يتغلف بالسيراميك الإسمنت بورد. لازم ندير له حاجز شوية في نوع من الستر. نجي للمحطة الثالثة في الحمام اللي هي حوض الاستحمام اللي نقولوا له احنا. نعم. الدوش أو البانيو، هذه في إشكالية وكأنها قاعدة. احنا مفروض أنه لازم يكون في حمامنا في بانيو اعتدال، هو مش. نعم. شرط أنه يكون في بانيو. في البانيو أول حاجة أحجام وأنواع أيضا وأنواع يعني لو أنا طبيعتي عملية جدا وإنسان سريع مثلا في استخدامي للدوش دوشو، يعني فيش داعي إنه يكون داخل الحمام بانيو بطول متر ونص يضايقني في المساحة ويكون عائق، واستخدامه غير الاستخدام اللي هو مجهز لي مجرد دوش. فبإمكاني إنه ندير بديل للبانيو هذا اللي هو الدوش اللي أقل مساحة وشكله أجمل يكون. نعم. بالأخص إنه هو يعني يتم فصله بحائط زجاجي. بحائط زجاجي يعني. أو في اللي يستخدم في الستائر، لكن يفضل إنه يكون في حائط زجاجي. زجاج يعطي شوية. نعم. جمال أكثر، شوية خصوصية. ممكن يكون النوع اللي مستخدم فيه نوع من البلاستيك المحبب حتى. نعم. هو يعتبر أيضا ضاف لك نوع من الخصوصية. نجي للأرضية، وأهم شيء في الحمام للأسف الأغلب يستخدم في الأرضية سهلة الانزلاق، وهذا أصلا أخطر شيء يعني. هي أخطر حاجة. نعم. يعني أنت مكان المية فيه تعتبر بشكل ما نبيش نقول بشكل يعني كبير هلبة، ولكن في نسبة كبيرة من استخدامك للمية، فالمفروض تكون اختيارك للأرضية اختيار دقيق جدا. أرضية سهلة في التنظيف، أرضية شوية فيها خشونة ما تساعدناش على الانزلاق. ثاني حاجة اللي هي فتحات التهوئة الشباك، ما فضلوش مصممين الديكور انه يكون في الحمام في باب يفتح على بلكونة او يفتح على فيراندا، هذا يفقد الخصوصية للحمام. المفروض انه يكون في شباك، ونفس الشيء حجم الشباك المفروض ما يكونش كبير هلبة، يوفر التهوئة المناسبة للحمام، يوفر أشعة الشمس لو كان توجيهها للحمام كان صحيح، تغيير لمناخ الحمام، فيفضل أنه ما يكونش الشباك كبير داخل الحمام. في حاجة تانية مهمة لازم نراعيها في الحمام، لازم نراعي الأشخاص المستخدمين للحمام. أنا في بيتي لما اخترت الطاقم بتاع الحمام
اللي نستخدم فيه. هل عندي شيخ كبير في السن؟ هل عندي امرأة كبيرة في السن؟ هل عندي معاق داخل أفراد أسرتي؟ فالمفروض الثلاث أشياء هي كبار السن والمعاقين. لو كان في أحد أفراد الأسرة شريحة من الشرائح هذه، مفروض الراعي في تصميمي للحمام للفئة هذه، الراعي انه يكون في مقابض موجوده جهه المرحاض، لازم يكون في كرسي لو كان عندي دوش، لازم يكون في زي المقعد موجود داخل الدوش حتى يقدر الشخص الكبير في السن انه هو يستخدمه. لازم يكون المساحة اللي مخصصة للمرحاض يمكن أن يستخدمها المعاق، يقدر يتحرك فيها كرسي المعاقين بسهولة. فهذه للأسف الشديد شوية مهملة في اختيار طيب الحمالات. يعني لو تحدثنا عن يعني هذه الأشياء، بعض الأشياء إضافية تكون أشياء إضافية عن المواد الصحية الرئيسية في الحمام، اللي هي ذكرتها أن هي ثلاث أشياء رئيسية تكون موجودة داخل الحمام. ولكن في بعض الأشخاص اللي أوفر في عملية يعني ديكور الحمام، تحسي نفسك أنك أنت مش خاشة لحمام، ممكن غرفة نوم أو غرفة معيشة من كثر الأشياء الإضافية اللي موجودة في الحمام. هذه أشياء غير مطلوبة، وأنا أشوف فيها زايدة يعني مجرد شوية نوع من البهرجة الزايدة أو التعبير الزايد، لأن مساحة الحمام بعد الاثنين متر ونص ثلاثة متر نوعا ما، أكثر منها تعتبر مساحة غير معقولة، مساحة ضايعة، لأن ستاندر المقاييس اللي موجودة لأطقم الحمام مقاييس ثابتة، فحتضيع في الفراغ الكبير. بتحطي في الحمام أنت عندك ثلاث محطات، فرضا حطيتي أكثر من محطة، نوعين من الدوش، الدوش البانيو والدوش الواقف، احنا نقولوا اللي هو القدم، دوش القدم نسموه فيه، فقديش تبي تحطي سد اعتدال؟ ممكن مش حتى ممكن مش عملية وضع يعني دوش أو اثنين، لا هي عملية الإضافات، يعني في ممكن تلقاه حاطة دولاب صغير في الحمام، عملية بعض الأشياء سشوار، يعني زي ما ذكرت لك إن هي تخشي تلقاها ماهوش حمام، ممكن أنت يعني البهجة الأولى تحسي إن هو دار نوم. هو الأشياء الحالات هي تعتبر أذواق شخصية وتعبير شخصي على حالة المستخدم. لكن لها تأثير في الأشياء الرئيسية، هي تعتبر تأثيرها سلبي، لكن هو ولو كان مساحته صغيرة، علاش نسموا فيه الفراغ الأصعب؟ لأن براعتك في أنك كيف تقسمي المساحة الصغيرة هذه، تعطيها خصوصية، تعطيها أنها ما تكونش مثلا مكشوفة للعامة، ما يكونش الحمام مش مرتب، ما يكونش مثلا الحمام في حركة الباب، ما يجيش الباب حركة فتح الباب، يكون مثلا في طريقها محطوط الحوض، أو يكون المرحاض احنا نقوله جاي وراء الباب مثلا في طريقة الفتح. الوضع الصحيح للمواد الصحية اللي موجودة في الباب، القطعة الصحية هي وضعها الصحيح، ولو كانت مساحة هذه تعبر على براعة المستخدم. في ملاحظة مهمة يا ريت الكل يراعيها، هي توجيه المرحاض. الأغلب عند المعلومة هذه، وفي اللي ما ممكن يعني غايب عليه، احنا في ديننا الإسلامي يقول لك ان ولا تستقبلوا ولا تستدبروا القبلة، لازم توجيه المرحاض ما يكونش في اتجاه القبلة. في بعض المهندسين المعماريين يراعوا في الشيء هذا، مصممين الديكور يراعوا في الشيء هذا، لازم توجيه المرحاض ما يكونش جهة الشرق أو جهة عكس التوجيه جهة الغرب، فلازم توجيه المرحاض يا أما يكون شمال أو جنوب. هذا الوضع الصحيح للمرحاض، بالإضافة للقطع الصحية الثانية حجمها مهم جدا. ما نقدرش نختار قطع صحية حجمها كبير، فرضا حوض الغسيل الحجم متاعها كبير، لأن والله عجبني الحجم هذا الكبير، ولكن أنا في مساحتي عندي مكان معين محدود ما يفوتش 70 سنتي يعني فرضا، فلازم حتى هو اختيار الحجم يكون مناسب لمساحة الحمام اللي موجودة عندي. نعم أستاذة إيمان ساحلي، شكرا لك على كل هالمعلومات اللي أفدتينا بها، شكرا لك. شكرا لك. فاصل قصير مشاهدينا ونشاهد بعده. لأجل حل إشكالية الاختناقات المرورية داخل المدينة، محل العجلات يشرف على أعمال صيانة لبعض الطرق المتهالكة.
أهلا بكم مشاهدينا من جديد، والآن أخذكم في جولة لأهم أخبار البلديات في فقرة أخبار البلاد فلنتابع. بمبادرة من جمعية خذ بيدي ببلدية وادي عتبة وبدعم من جمعية مجاديف الأمل ببلدية تراغن، افتتح فصل تعليمي لذوي الاحتياجات الخاصة بروضة المنصور بمحلة تساوى لتعليم الأطفال المهارات الفردية التي لا تتوفر في مناهج التعليم العام. أقيمت ببلدية سوق الجمعة دورة تدريبية للرفع من الكفاءات المهنية في مجال التعليم برعاية شؤون التربية والتعليم وأشراف قسم النشاط المدرسي بالبلدية. الدورة نظمتها مؤسسة الخدمة الاجتماعية للتنمية الشاملة واستهدفت 5 مدارس من البلدية، ذلك لرفع الكفاءة المهنية للمعلمين في مجال التخطيط الاستراتيجي بالمدارس ومهارات الإدارة الصفية. قامت لجنة حصر ورصد المخالفات والتجاوزات ببلدية نالوت بجولات تفتيشية على المحلات التجارية والمخابز والمطاعم بالبلدية، حيث تم ضبط العديد من المخالفات الإدارية والصحية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. قام عدد من أعضاء المجلس البلدي ببلدية الغريفة ومدراء الإدارات بديوان البلدية بزيارة عمل تفقدي لمشروع تساوى الزراعي، واطلعوا على سير العمل وتفقدوا بعض الحقول الزراعية بالمشروع، ذلك للوقوف على بعض المشاكل التي يعاني منها العاملون بهذا المشروع. تم ببلدية الخمس الشروع في تنفيذ موقف السيارات خلف مبنى الإسكان والمرافق من قبل الشركة المنفذة وبالتعاون مع شركة خدمات النظافة العامة التي قامت بدورها بتنظيف الموقع من مخلفات البناء والقمامة. تتواصل بمدينة العجلات أعمال صيانة ورصف لبعض الطرق الرئيسية المتهالكة ومعالجة الاختناقات المرورية داخل مدينة العجلات التي تنفذها مكاتب الشركات العامة بإشراف قطاع الإسكان والمرافق بالمجلس المحلي بالمدينة. ونبقى مع خبر العجلات مشاهدينا، والمزيد حول أعمال صيانة وترصيف الطرق داخل المدينة ينضم إلينا عبر الهاتف السيد أبو بكر بالقاسم عضو لجنة الإسكان والمرافق بالعجلات. صباح الخير سيد أبو بكر. صباح الخير ونهاركم سعيد إن شاء الله. يومك مبارك. يومك مبارك وسعد إن شاء الله. نشكر يطيب لي في البداية أن نشكر قناتكم الموقر على إتاحة هذه الفرصة والمساحة الزمنية للتعريف بالعجلات والأعمال التي تقوم بداخلها. نعم سيد بكري، تحدثنا عن عملية صيانة وترصيف الطرق بالعجلات. طبعا قطاع الإسكان المرافق بالعجلات من القطاعات المشهورة داخل المدينة، سعى منذ توليه هذا المنصب إلى حصر المستنقات والإشكالات التي تعاني منها مدينة العجلات عموما. نعم طبعا كما تعلمون مدينة العجلات قبل أحداث ثورة 17 فبراير كانت هناك شركة ليبية قورية تقوم بأعمال المرافق المتكاملة بالعجلات. هذه الشركة بعد أحداث الثورة طبعا غادرت المدينة، تركت وراها حفريات وبرك ومستنقعات أثرت بالسلب على حياة المواطن في المدينة. قطاع الإسكان المرافق طبعا مع المجلس المحلي حصر هذه الاختناقات كافة وحاول وضعها في مقايسة أعمال وعرضها على المجلس المحلي اللي بدوره طبعا أعطى الإذن لقطاع الإسكان المرافق بالتعاقد مع شركة وطنية لترميم وصيانة كل الحفريات داخل مقاطع المدينة. نعم. الآن طبعا الصور اللي أمامكم طبعا هي جزء من الأعمال التي تقوم بها الشركة المنفذة طبعا والمهندسين في المرافق التي يقوم بالأعمال الفنية الخاصة بالإشراف والرفع المسح. نعم، طيب يعني سيد أبو بكر، يعني هل رصدت ميزانية لعملية صيانة وترصيف الطرق أم أن هي مجهودات شخصية وأيضا يعني مؤسسات مجتمع مدني؟ لا نخفيكم طبعا المجلس المحلي وفر جزء من الميزانية هذه لصيانة الطرق والحفريات بالإضافة إلى طبعا تنادي أهالي العجلات عموما سواء كان مؤسسات المجتمع المدني أو الثوار أو أهالي المناطق والشوارع وأصحاب المحلات ورجال الأعمال المدينة ساعدوا في إظهار المدينة خاصة في غمرة احتفالات بأعياد 17 فبراير.
طبعا قاموا بصيانه بعض الطرق والارصفه واعمال الطلاء والتزيين والتنظيف طبعا. نعم. طيب سيد ابو بكر، يعني كم عدد الشوارع التي قمتم بترصيفها داخل مدينه العجلات؟ طبعا من خلال حصر مخلفات الاعمال الشركه الكوريه طبعا لاحظنا حدود 100 تقريبا 20 متر 20,000 متر مربع طبعا. نعم. حصر كميه يعني او مكان الحفر اللي داخل الطرق، ف هذه هي الكميه طبعا اللي احنا كمجلس محلي وقطاع اسكان المرافق نعالجها بالكامل، يعني كل الشوارع في مدينه العجلات تحتاج الى صيانه، واحنا باذن الله عن خلال شهر من هذه الفتره حتكون كافه اعمال الصيانه يعني منتهيه باذن الله تعالى. نعم، يعني في فتره معينه سيتم صيانه كل الطرق داخل مدينه العجلات. داخل المخطط العام لمدينه العجلات وليس مدينه العجلات بالكامل يعني. نعم. نعم، سيد ابو بكر بالقاسم عضو لجنه الاسكان والمرافق، شكرا لك. شكرا لك. أملنا المشاهدين الاطلاع على العناوين العريضة للأخبار ومعرفة أهمها، وككل صباح أنها الزملاء في غرفة التحرير اجتماعهم الصباحي لإنتاج الأخبار لمعرفة أهم ما سيتم تناوله. تنضم إلينا من داخل الغرفة الزميلة سميرة. صباح الخير. في يوم جديد اليوم صباحا ناقشنا في الاجتماع التحريري نحن وأنا والزملاء الصحفيين عدة أخبار سنتناولها في نشراتنا طيلة اليوم. بالبداية من منطقة الغربية، وهناك هدوء وسط مدينة صبراتة بعد انسحاب ما يعرف بتنظيم الدولة، وسنتواصل مع مصادر في المدينة مباشرة بشأن الإحصائية الأكيدة لعدد الشهداء الذين قضوا ليلة الأمس في مديرية الأمن. أيضا بالنسبة للمنطقة الشرقية، فقوات مجلس شورى بنغازي يسيطر على نقاط جديدة في المحور الغربي، وأيضا تقدم للمجلس في المحور الهواري. هدم بيوت ومنازل الثوار في الليثي من قبل قوات حفتر، سنتطرق لهذا الخبر أيضا. بالنسبة للملف السياسي، ف توقيع عدد من أعضاء البرلمان على قاعدة التصادق على الحكومة المقترحة، تقريبا 76 عضو بالبرلمان وقعوا على هذه الوثيقة، وطالبوا أيضا الأعضاء بنقل جلسات البرلمان إلى مدينة الجفرة. أيضا هناك أخبار عديدة كما تلاحظين عزيزتي اعتدال والمشاهد، أيضا تطرقنا إلى دعوة كوبلا للمجموعة الدولية للتحلي بالصبر الاستراتيجي، هذا بيان سنتطرق له في نشراتنا، وأيضا تصريح لوزير الخارجية التونسي بشأن عقد مؤتمر دول جوار ليبيا، وتوجد أكثر من زاوية لهذا الخبر سنتعرف عليها خلال نشراتنا في طيلة اليوم. أيضا هناك اجتماع لبلدي مصراتة مع عيان المدينة ومجموعة من الثوار، لدينا متابعة في هذا الخبر. وأيضا برلماني إيطالي ومطالبة الرئاسة الإيطالية بإيضاح الموافقة على منح أمريكا إذن استخدام القواعد، هذا كل ما تطرقنا له في هذه الصباح نحن والزملاء، وأيضا نعم. سنتابع هذه الأخبار كلها في نشراتنا اللاحقة. نعم، شكرا لك زميلة سميرة بالرحال، وأيضا شكرا إلى كل الزملاء داخل غرفة الأخبار. أما الآن مشاهدينا إلى أخبار الرياضة والتي سيقدمها لنا الزميل عمر الجزيري. صباح الخير. صباح الخير عتدال. يومك رياضة. صباحك رياضة. بداية دائما بأهم الأخبار المحلية. أكيد أهم الأخبار المحلية، طبعا نعرف أن الفرق الليبية تشارك في البطولات العربية. نعم. تقريبا البطولة العربية تحديدا، يعني البطولة العربية اللي في سوسة التي تدارها هذه الأيام،
امس السويحلي رسميا ترشح كاول مجموعه الرابعه في هذه البطوله بعد تفوق على فريق شباب الحسين الاردني بثلاثه اشواط نظيفه. نعرف ان فريق السويحلي تفوق على اللقاء الاول في المجموعه الرابعه امام الاتحاد السعودي، وهذه المباراه الثانيه لفريق السويحلي اللي تفوق فيها على فريق هذه المره على شباب الحسين الاردني ويترشح كاول مجموعه، في انتظار من سترشح من فريق الانوار الجديده اللبناني وايضا الاهلي السعودي بعد ما عرفنا ان فريق الصفاقسي قد ترشح رسميا ايضا من المجموعة الثانية إلى الدور الربع النهائي في البطولة العربية للكرة الطائرة. اليوم أيضا الأهلي طرابلس عندنا حيلاقي فريق السموحة تمام الساعة الرابعة، والأهلي طرابلس ملزم أن يتفوق بثلاثية نظيفة أي بثلاثة أشواط نظيفة على فريق السموحة المصري اللي تفوق بالأمس على الجيش القطري بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد. إلى كرة القدم معشوقة الجميل لكرة القدم، نعرف أن الاتحاد امس كانت اخر مباراه استعداديه لمباراه صنديب النيجيري التي تستقام يوم الاحد المقبل. فريق الاتحاد امس تفوق على فريق الشط بهدف مقابل لا شيء، ومن اول امس تفوق على فريق المجد باربع اهداف مقابل لا شيء. اذا الاتحاد يختتم استعداده لمباراه صنديب النيجيري ليستعد للسفر الى تونس ومن ثم التوجه الى النيجر. اليوم المدرب نبيل كوكا حيكون في مؤتمر صحفي بالنادي على تمام الساعه السادسه ان شاء الله في نادي الاتحاد. فريق الاتحاد في انتظار الموافقة في عودة مطار نيامي للعمل مرة أخرى بعد ما وصل معلومات وصلت إلى أن المطار في حالة اعتصام الآن، وفي لازالت هناك مراسلات ما بين الاتحاد الليبي لكرة القدم وأيضا الاتحاد الأفريقي في بشأن هذه المباراة في حال تأجيلها، أكيد حتكونوا وتسمعوها على قناة نبأ إن شاء الله. إلى فريق الأهلي طرابلس اللي أمس وصل إلى تونس بسلامة الله وبكامل لاعبيه، اللاعبين يستعدون الآن في مرحلة إعدادية لاستضافة فريق الأونزو المالي. نعرف أن فريق الأهلي طرابلس تفوق في لقاء الذهاب على أونزو المالي بهدفين مقابل هدف. يوم المباراة إن شاء الله حيكون يوم الجمعة تمام الساعة الثالثة، حتكون في تغطية خاصة إن شاء الله على قناة النبأ لهذه المباراة، مباراة الأهلي وأونزو المالي اللي ربما الأهلي يعني خطى خطوة كبيرة في التوجه إلى الدور المقبل والذي سيقابل فيه إن شاء الله بإذن الله فريق من العيار الثقيل وفريق الهلال السوداني. كما نعرف أن الهلال السوداني من الفرق الأفريقية المتميزة على صعيد الكرة الأفريقية، وفريق الأهلي طرابلس أيضا أكيد فريق متميز ودريع دايك هو تواصله وتواجد الدائم في البطولات الأفريقية. أبو النوارة أمس قال أن لابد أن يمنع الإنترنت عن اللاعبين وتحديدا عدم التواصل مع مواقع التواصل الاجتماعي، يعني حتى لا يكون هناك إرهاق للرياضيين في استعدادهم لمباراة صنديب أو عفوا مباراة أونزو المالي. أوروبيا أمس كانت هناك مباريات مهمة جدا في الدور 16 من دوري أبطال أوروبا. أمس برشلونة يعني يحرج فريق أرسنال على أرضه وبين جميري على ملعب الإمارات فوق بهدفين مقابل لا شيء عن طريق ميسي، والهدف الأول جاء عن طريق ميسي والهدف الثاني أيضا عن طريق ميسي بركلة جزاء. إذا ميسي سجل هدفين في مباراة أمس بين برشلونة وأرسنال على ملعب الإمارات في انتظار أن يكون اللقاء الإياب في 16 مارس إن شاء الله في النيو كامب ما بين برشلونة وأرسنال، وهكذا برشلونة يؤكد على علو كعبه في المباريات الأوروبية وأيضا بعد تفوقه في البطولات المحلية البطولة الإسبانية تحديدا على غريمي أتلتيكو مدريد وريال مدريد. إلى مباراة ثانية مباراة مهمة جدا كانت بالنسبة لليوفنتوس أمس على ملعب أرينا، اليوفي يعود بقوة من جديد في أن يعود بالتعادل أمام فريق عملاق العملاق البافاري بايرن ميونخ، أن يتعادل وأن يخرج بهدفين لهدفين أمام بايرن ميونخ هو أمر أكيد كبير بالنسبة لليوفي في عودة الفريق. أمس بايرن ميونخ افتتح النتيجة عن طريق مولر وأيضا عن طريق آري روبن، لكن يوفنتوس عاد من جديد عن طريق ديبالا واستورارو ليخرج بتعادل ثمين في انتظار لقاء العودة اللي حيكون في 16 مارس في دور 16 عفوا ما بين بايرن ميونخ واليوفنتوس. اذا واليجري يؤكد على ان الفريق حيعود وحيترشح على حساب بايرن من هناك من ملعب بايرن ميونخ بالمانيا. اليوم حيكون في مباريات مهمه ايضا بالنسبه للفرق، ايضا ايندهوفن حيلتقي اتلتيكو مدريد ودينامو كييف حيلقي مانشستر الانجليزي، وتكهنات لترشح اتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي الى الدور المقبل او تفوز في مباراة اليوم في دور 16 من دوري ابطال اوروبا. هيك اعتذار وصلنا لنهايه النشر الفقره الرياضيه. نعم فقره رياضيه دسمه لهذا اليوم. وفي زيدان وفي لويس فان جال. لا لويس فان جال وزيدان يعني قاربنا على نسيانهم في هذه الفتره. ليش؟ طيب يعني بعدم وجودهم بشكل كبير. شكرا لك عمر وشكرا الى كل الزملاء داخل غرفه اخبار رياضه. شكرا لك. فاصل قصير مشاهدينا ونشاهد بعدها.
كاميرا نبأ تأخذكم في جولة لميناء الخمس البحري للوقوف على المشاكل التي يعاني منها الميناء. بكم مشاهدينا من جديد وإلى أخبار الرحلات الجوية بالمطارات الليبية، حيث ستقلع اليوم من مدارج مطار ميتيغا الدولي بمدينة طرابلس 19 رحلة، منها 6 رحلات محلية، 3 رحلات إلى الأبرق، ورحلتين إلى طبرق، ورحلة إلى غات. أما الوجهات الدولية التي ستنطلق من مطار ميتيغا لهذا اليوم الأربعاء ستكون 13 رحلة، منها 4 رحلات إلى المونستير، و3 رحلات إلى صفاقس، و3 رحلات إلى اسطنبول، ورحلة إلى مالطا، ورحلة إلى الخرطوم، ورحلة إلى جدة، ورحلتين إلى الإسكندرية عبر مطار طبرق. أما عن مطار مصراتة لهذا اليوم ستقلع منه رحلتين دوليتين إلى صفاقس، متعة السفر نتمناها لكل المسافرين. ومن الرحلات إلى أسعار الدولار واليورو وأسعار العملات الأخرى مقابل الدينار الليبي، حيث يشهد الدولار الأمريكي وكذلك اليورو في السوق الموازية استقرارا نسبيا هذه الأيام عند 3 دينار وبضع مئات من الدراهم، حيث وصل سعر الدولار عند أغلاق مساء أمس الثلاثاء ل 3 دينار و535 درهما، أما اليورو فقد استقر عند 3 دينار و880 درهما، بينما بقية أسعار العملات الأخرى تظهر أمامكم على الشاشة. وحول أسعار الدولار والاستقرار النسبي الذي يشهده الدولار هذا الأسبوع، ينضم إلينا عبر الهاتف السيد وحيد الجبو الخبير الاقتصادي. صباح الخير. صباح النور. يومك مبارك. عليكم سعيد. نعم أستاذ وحيد، يعني ممكن الفترة الماضية يعني بالأخص بعد فتح باب الاعتمادات من مصرف ليبيا المركزي لم يشهد الدولار الأمريكي انخفاضا ولو طفيفا، يعني مجرد استقرار نسبي خلال هذا الأسبوع. أولا صباح الخير. هو حقيقة أن بالفعل مصرف ليبيا المركزي قد أصدر قرار بتخويل المصارف التجارية بفتح الاعتمادات، وكان قد اصدر قرار قبل ذلك من حوالي شهرين باستخدام الدينار التونسي في المعاملات التجاريه وتوريد بعض السلع ذات المنشا التونسي بالدينار التونسي، لكن لا توجد لدينا معلومات يعني هل بالفعل تم تنفيذ هذا القرار ام لم يتم. ففي حاله تم تنفيذه او سيتم تنفيذه، اعتقد ان السوق الموازي حيشهد انخفاض وانخفاض في ثمن الدولار نتيجه توفر هذه العمله من خلال فتح اعتمادات مستندية لدى مصرف ليبيا. أما إذا لم ينفذ فإن بالتأكيد أن العملة الصعبة حتقعد في استقرار على سعرها الأول في حالة عدم تنفيذ هذا القرار. ولكن أنا أريد أن أذكر بهذه المناسبة أن الحل يعرفه مصرف ليبيا ويعرفه الكثير من الخبراء وهم أدرى مني بذلك، هو لابد لحل هذه المشكلة على الأقل في هذه الفترة لابد من توحيد سعر الصرف. إذا كان هناك سعران للصرف، سعر لدى مصرف ليبيا للمعاملات التجارية والصرف وسعر آخر للأغراض الأخرى، ستكون هناك سوق سوداء وستكون هناك سوق موازية. في حالة توحيد السعر وطرح هذه العملة الصعبة لدى جميع المصارف التجارية ولدى مكاتب الصرافة، أنا أعتقد أن الدولار سيشهد انخفاض على حسب السعر الذي قرره مصرف ليبيا وسيكون في متناول الجميع، وبالتالي حتختفي السوق الموازية. نعم طيب، يعني سيد وحيد ممكن حتى السلع التموينية تشهد ارتفاع هذه الفترة، يعني لم تشهد أي انخفاض ولو طفيف أو نسبي خلال هذه الأيام. طبعا هذا الشيء مربوط بسعر العملة، فإذا كان بالفعل المصارف التجارية قد نفذت قرار المصرف المركزي وفتحت الاعتمادات المستندية، أعتقد أن تشهد السلع الغذائية انخفاض.
لكن اذا كما اتلفت اذا لم يفتح فبالتاكيد ان الاسعار حتكون عاليه، اضافه الى نقطه مهمه جدا وهي ان في حاله المصارف التجاريه فتحت الاعتمادات والاسعار لا زالت كما كانت عليه، فان هذا يعني ان الاجهزه الرقابيه من حرس بلدي لم تقوم يعني او مأموريه نعم. القضائي بضبط هذه الاسعار، وخاصه ان وزاره الاقتصاد هذا من مهامها هي يعني وضع اسعار السلع المورده عن طريق فتح الاعتمادات المستنديه، والاجهزه الرقابيه هي التي تقوم بالرقابه نعم. المراكز التجاريه لتنفيذ الاسعار التي حددت بموجب قرار من وزاره الاقتصاد. نعم طيب، يعني سيد وحيد انت ذكرت ان يعني لو بالفعل تم اصدار كل الاعتمادات من داخل مصرف ليبيا المركزي من المفترض ان هو يكون في انخفاض، يعني مش حيكون انخفاض نسبي للدولار، بالعكس يعني هو المفترض ان هو يكون منخفض. يعني ما فهمتش السؤال. يعني انت ذكرت ان هو من المفترض ان لو تم فعلا تفعيل القرار اللي اصدر من مصرف ليبيا المركزي من المفترض ان هو يكون في انخفاض للدولار الامريكي، يعني لان زي ما قلنا ان هو خلال هالاسبوع مجرد انخفاض نسبي. يعني بالفعل يعني في حاله فتح الاعتمادات المستنديه نعم يكون في انخفاض بماده السلع الغذائيه او الماده التي تم من اجلها فتح الاعتماد، اما المواد الاخرى فطبعا حتكون يعني الاسعار الاولى او الاسعار اللي هي يعني سحبت من السوق الموازيه. نعم. احنا نتكلم على السلع التي تم فتح اعتمادات لها فقط، ولا نتكلم على السلع قد قام التجار بشراء العمله الصعبه من السوق الموازيه، فطبعا بالتاكيد هذه حتكون ثابته في السعر الاول. نعم سيد وحيد الجبو الخبير الاقتصادي شكرا لك. وبالنسبة لأسعار الخضروات مشاهدينا، سعر كيلو الطماطم بدينارين وكيلو الخيار بدينارين ونصف، أما عن البطاطا بدينارين، بينما البصل بدينارين ونصف للكيلو، أما عن الليمون بدينارين للكيلو. وبخصوص المواد الأساسية فسعر البيض 7 دينار وسعر كيلو السكر 1.5 دينار، أما عن زيت الذرة ب4.5 دينار وزيت الزيتون ب8 دينار للتر. وإلى أسعار اللحوم، حيث وصل سعر كيلو الدجاج 5.5 دينار واللحم الوطني ب21 دينار للكيلو، أما عن الإسباني ب16 دينار ولحم البقر ب16 دينار، أما عن الإبل ب20 دينار للكيلو. أما الآن مشاهدينا نلقي نظرة على أبرز درجات الحرارة داخل المدن الليبية.
كان من المفترض مشاهدينا بأن نكون أو تكون كاميرا يوم جديد من داخل مدينة الخمس، ولكن نعتذر حيث واجهت الشباب بعض المشاكل الفنية. ويوم جديد انتهى مشاهدينا وتابعنا فيه. كيفية توزيع المواد الصحية داخل الحمام واختيار المكان الأنسب في تصميمها، حلقة اليوم عرضنا بعض النصائح. لأجل حل إشكالية الاحتقان المروري الاختناقات عفوا المرورية داخل المدينة، محل العجلات يشرف على أعمال صيانة لبعض الطرق المتهالكة. من المفترض بأن كنا من داخل ميناء الخمس البحري للوقوف على المشاكل التي يعاني منها الميناء. شكرا لكل من كان في المتابعة والاستماع، إلى اللقاء.